ازيكم عاملين ايه؟ والله لكم وحشة جامدة جدا. بعد النجاح الساحق اللي انا شفته في الفيديو اللي فات، قلت لازم اعمل فيديو جديد، لازم اعمل فيديو جديد عشان نكمل البطولة الرهيبة والنجاح الساحق ده. انا اول ما شفت الفيديو بصيت كده، اندهشت. بص كده هوصف لكم انطباعي بالظبط كان عامل ازاي. انا شفت ايه؟ 10 ديسلايك، 10 ديسلايك، خبر. قلت طب ماشي، يعني ايه، استنى شوية كده واشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. بعد كده ابص لقيت 20 ديسلايك، 20 ديسلايك. قلت طب نستنى نشوف، يمكن حد يحن علينا بكام لايك. ابص الاقي ايه، شوية لايكات. بعد كده ابص 30 ديسلايك، 40، 50. النهارده بقى ابص دلوقتي، يعني قبل الفيديو على طول ابص كده الاقي لك ايه، ما شاء الله 76، 6 اهو. لا ثواني اظبط نفسي بس على الكاميرا، 6 76 ديسلايك، ما شاء الله. ده نجاح رهيب على فكره. في الحقيقه انا عايز اقول حاجه بصراحه، ما زعلتش. ليه بقى ما زعلتش؟ لسببين. السبب الاولاني، انا قبل كده كنت بعمل فيديوهات ما كانش لسه في تفاعل عليها، يعني مثلا كان ممكن الفيديو يجيب ديسلايكات قليله، يعني مثلا ممكن الفيديو مثلا يجيب 20 لايك و2 ديسلايك مثلا، بس ما كنتش مبسوط لان التفاعل مش قد كده، الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتي قليله جدا. فالمرة دي اللي بسطني يعني في الموضوع ان تلاقيت مثلا ايه، حاجة و70 لايك قصاد حاجة و70 ديسلايك. ماشي، هي الديسلايكات كتيرة اه، بس لحد ما تحس ان في تفاعل بدأ يحصل، على الاقل في ناس ايه، شافت الفيديوهات، مش زي قبل كده كان مفيش اي تفاعلات خالص. السبب التاني ان الديسلايك مش شرط يكون سبب فشل. هقول لكم ليه، هديلكم مثال بسيط جدا. في واحدة اسمها ريبيكا، عندها قناة على اليوتيوب، عملت فيديو كسر الدنيا، اللي هو الأغنية بتاعت البلاك فرايداي، كسر الدنيا، عمل 107 مليون وشوية مشاهدة. في حين تبص على اللايكات والديسلايكات مش هتصدقوا اللي مكتوب، هتلاقي 2.5 مليون ديسلايك قصاد 600 ألف لايك. شفت ازاي؟ يعني مش شرط ان الديسلايك يبقى فشل، مش شرط. انت ممكن الفيديو بتاعك يحقق نسبة مشاهدة عالية جدا وارباح عالية جدا ونجاح عالي وشهرة عالية، ويبقى في الاخر جايب ديسلايكات غير عادية. مش شرط، مش مقياس الفشل الديسلايك، مش مقياس الفشل، ده مجرد اراء ناس. ممكن يكون واحد عامل لك ديسلايك عشان هو مش عاجبه الحاجه دي، عشان مثلا ما بيحبش اللعبه ديت، انت فاهم قصدي؟ مش عشان الفيديو وحش، لا، هو مثلا واحد مش حابب لعبه مافيا 3، فشافك عامل فيديو عن مافيا 3، هو مش حاببها فهيعمل ديسلايك، مش عاجباه اللعبه. لكن مش ممكن يكون ديسلايك مش ليك اصلا، فاهمين قصدي ازاي؟ الحاجه الثانيه انا عايز اقولها، مش بس كده، هدي لكم مثال كمان. عندكم شركه كول اوف ديوتي، فاكرين افكركم بقى التريلر بتاع كول اوف ديوتي انفاينايت، جاب 34 مليون وشويه مشاهده، لكن كام ديسلايك؟ 3.5 مليون ديسلايك قصاد مش عارف 500 ألف لايك ولا اقل. او تقريبا في الحدود، يعني برضه الفيديو عمل نسبه مشاهده عاليه جدا، فاهمين ان كميه ديسلايكات يعني رهيبه غير عاديه. بوي دبي نفسه خد باله من الموضوع دوت وعمل فيديو طلب فيه ان الناس تعمل له ديسلايك، مليون ديسلايك. ليه طلب الطلب ده؟ لانه لاحظ، مثلا اقول لكم على حاجه، بوي دبي القناه بتاعته طبعا اكبر قناه على اليوتيوب، بس تيجي تبص للفيديو الواحد تلاقي مثلا الفيديو يعمل ايه، 2 مليون، 3 مليون، 5 مليون. انا اقصى فيديو شفته لبيو دبي 10 مليون مشاهده في الفيديو الواحد، مش بتكلم في الاجمالي، في الفيديو الواحد. ممكن يكون في فيديوهات عامله اكتر من كده، بس عشان ما شفتش فيديوهاته كلها بصراحه، بس برضو مهما كان
مش زي ريبيكا اللي عملت 107 مليون في فيديو واحد. ممكن تكون قناتها اجمالي عدد المشاهدات مش زي بيدي باي، لكن في فيديو واحد قدرت تحقق اكتر منه بكتير. حتى هو نفسه في الفيديو، هتلاحظوا في الفيديو اللي طلب فيه ان الناس تعمل له مليون ديسلايك، هتلاقوا ان في الفيديو دوت كان بيعرض الامثله الناجحه اللي حققت مشاهدات رهيبه وفي نفس الوقت كميه تسليكات رهيبه. وهو بنفسه قال ان خدوا بالكم ان اليوتيوب مش بيهتم بالكلام ده، مش اللايك والديسلايك، مش دي القضيه، انما القضيه هي النقرات على الاعلان ومده مشاهده الاعلان. انما لو الفيديو بتاعك مش مخالف مهما يكون عدد الديسلايكات، لو 10 مليون ديسلايك حتى قصاد زيرو لايك، الفيديو مش هيتلغى. هدي لكم مثال ريبيكا اللي انا قلت لكم عليها جايبه 107 مليون وشويه ديت، من 5 سنين الفيديو ده مرفوع، من 5 سنين الفيديو ما اتلغاش لغايه دلوقتي. في ناس عندها اعتقاد غلط ان لو فيديو جاب كميه ديسلايكات رهيبه بيتلغى بعد فتره، الكلام ده مش حقيقي. خشوا شوفوا بنفسكم، خشوا شوفوا بنفسكم على اليوتيوب ريبيكا، اكتبوا ريبيكا، اكتبوا ريبيكا بلاك فرايداي وشوفوا كلامي صح ولا لا. فما زالتش كده، بس في نفس الوقت برضو عشان ابقى حقاني، الديسلايكات بتعبر عن نوعين من الناس. في نوعين من الناس بيعملوا لك ديسلايك، او ممكن نقول ثلاثة، ممكن نقول ثلاثة. في ديسلايك اللي هو واحد مش عاجبه الفيديو، مفيش مشكلة، ده ممكن يعني برضو يبقى دافع ليك عشان تحسن من نفسك. في ديسلايك بيبقى اللي هو واحد متضايق انك عملت قناة، واحد متضايق فيعمل لك ديسلايك، او واحد مثلا متضايق منك لاي سبب. ما انا فاكرين لما انا كنت في جروبات الجيمرز، ها، واجي انشر مثلا بوست اقول يا جماعه باركوا لي انا جبت كارت جديد، الاقي الناس بدل ما تبارك لي تشتمني مثلا. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ فهي نفس القصه، بتبقى كده نفس الحوار بالظبط. بتبقى دي فرصه، بيبقوا مثلا الناس دول مش عارفين يجيبوني من الجروبات، خلاص الجروبات دي انا اخد منها بان، فمش عارفين يشوفوني تاني. اخدين بالكم ازاي؟ فيقوم يقول لك ايه؟ نخش له بقى على القناه. فاهم الحاجات دي؟ بس عادي مفيش مشكله. النوع الثالث من الناس اللي ممكن يعمل ديسلايك لمجرد ان اللعبه مش عاجباه، مش الفيديو مش عاجباه، ممكن تكون انت عامل شغل حلو في الفيديو. انا ما اقصدش طبعا الفيديو اللي فات ان انا كنت عامل حاجه واو، لا انا عارف انا كنت اصلا عامل الفيديو عشان كنت بس اجرب الكاميرا دي، وان انا ازاي اصغر الفيديو جنب اللعبه وانا بلعب. بس انا بالنسبه لي ده انجاز رهيب حققته من الفيديو، فقلت بالمره انشره اوريكم ان انا الحمد لله قدرت اعمل كده. لكن مش قصدي بقى لا منتجه ولا الكلام ده، كل ده نركنه على جنب، ما كانش ده الهدف من الفيديو اصلا. تمام. حاجه تانية النهارده اهو، مفيش طواقع اهو، جاي لكم من غير طاقيه، وحلق زي لبطه كمان اهو، بصوا ابيض خالص اهو، لسه حالقها حالا. وعلى فكره انا ما بروحش الحلاقين، انا بوفر وقت وبوفر فلوس. انا بحلق لنفسي بمكنه كده في ربع ساعه بالظبط ببقى مخلص كل حاجه زيرو، واقعد كمان عقبال ما احلقها تاني مثلا اقعد لي شهرين ثلاثه زي الفل. يعني هي حاجه انجاز يعني، واخدين بالكوا ازاي؟ بعدين لسه كمان مستحمي طازه قبل الفيديو، ليه بقى؟ عشان يطلع الفيديو على نضافه. ايه رايكم؟ حركه برضه مش ايه؟ ذكي؟ طيب بصوا بقى، النهارده قلت ايه؟ حبيت اوريكم يعني انا رغم ان هي اللي بص بقول لك على حاجه، حبيت العب النهارده لعبه جاتا اي في، رغم ان هي لعبه قديمه بس في حتت بتعجبني فيها. انا كنت بعمل فيها تفكير ضخم جدا، يعني مثلا ايه، هوريلكم الوقت بالفيديو في اللعبه دي انا كنت بعمل تفكيرات عامله ازاي. اصل بجد اللعبه يعني على فكره لغايه دلوقتي ما قفلتهاش. لما نزلت جاتا في كنت ناوي اقفل جاتا اي في عشان العب جاتا في، ولا قفلت جاتا اي في ولا لعبت جاتا في. الوقت مش لاقي وقت بصراحة. تمام، تعالوا بقى نبدأ اللعبة دلوقتي ونشوف. نلبس السماعة بقى، السماعة أساسية بقى. مش بصوا انتوا مثلا ايه لو عاملين لي ديسلايك عشان ال شو يا معلم شوفوا
لو انتوا عاملين ديسلايك عشان الطاقية، انا شلت الطاقية خالص، لكن السماعة بقى ما اقدرش اشيلها بقى. خليكم كويسين بقى، مش هينفع كده. اهو حلو كده، ثواني. لا انا عامل زي الطيارين، مش عارف، حاسس ان طيار. عندي احساس ان طيار، مش اعتقد الكاميرا كده جاية عليا وزي الفل. يلا نشوف هنعمل ايه. انا طبعا ايه هعمل اللعبة على الالترا زي ما انتم شايفين، على الالترا خالص يعني، حتى 4K عامل، بدي اسعار عامل 4K وعامل كله الترا. هنا الالترا اللي هو الفري هاي يعني، لاني هو ده اعلى حاجة في اللعبة. طبعا الاصل الغريبة اصلا ان اللعبة مش ظاهرة لها الا نص الكارت بس، 3 جيجا، هو الكارت 6 جيجا، يمكن بقى عشان لعبة قديمة ممكن، ولا اللعبة كمان اخد نص الكارت بس. طب كويس، يبقى كده تشتغل سريع معانا، تبقى زي الفل. نبدأ بقى كده عشان نبدع بقى في الاف، في التفجيرات. تفجيرات شوفها، تابعوا معانا بقى. والله ذكريات اللعبة دي. لأ أنا عايز أظبط بقى إيه الكنترولز، لأني ما بعرفش ألعب اللي هو الزرار اللي في الجنب هنا دي، ما بعرفش ألعب باللي فوق دي. لأ يعني أنا أخلي اللي هو فين ال يعني مثلا وانا في العربية اخلي ايه لقدام بالسهم، اللي هو شمال ده شمال ده يمين ده قدام ده لورا كده يعني. ده في كنترولات دول هنا، ممكن ناخد الكنترولز دي. رادار زوم زد مش تيك فون، هي اي حاجة بس عايزين ننجز يا باي. دخلنا بقى في حوارات ليفت رايت. مش هينفع كده، ستوب، ما تليفوناش بقى يا اخوانا، عيب كده. اكسلريت، ما احنا عملنا اكسلريت بتاع بس كده تمام. الزرار كلها اتظبطت. ال بصراحة ايه ده، بس انا يا جماعة لسه في حاجة في الكنترولز مش متظبطة. ثواني معلش، عشان دلوقتي قلت دي غلط. تمام كده. على فكره جيت اي في، في حاجه بحبها فيها جدا ان العربيه، بص تحس التحكم بتاع العربيه لذيذ كده، والعربيه بطيئه، هي مش بطيئه يعني، تحس واقعي يعني. مثلا ايه، بص تحس لما تيجي تحود لازم تهدي شويه قبل ما تحود. بحب الحاجات دي قوي في جيت اي في. لا اللعبه فعلا وحشتني جدا الله. في كده كوبري سريع كان في اللعبة بس مش عارف هو فين، عايز افتكره. انا وصل رومان ده اخلص منه،
عشان ايه؟ اروح افجر انا براحتي بقى. معلش انا هبقى كده اهو عشان ايه؟ عشان تبقوا شايفيني اهو. شايفيني كده؟ تمام؟ اما حسب انت ايه ده الناس اللي بتعرفش تسوق دي. الله الاغنيه دي لذيذه. واضح ان انا الاحمر في السواقه شمه. على فكرة الكاميرا هتطفي، الكاميرا هتطفي. هكمل لكم من غير الكاميرا بقى. معلش معلش معلش، اعتبروه فيديو تجريبي تاني لغاية بس ما الكاميرا، الكاميرا التانية لسه ما جاتليش، اللي هي السي 930 اي في الطريق، اللي هي الكاميرا بتاعت صبري اللي بيستخدمها صبري دي، هتريحني كتير لان الكاميرا الكانون دي مغلباني. هي حلوة جدا وممتازة، الجودة بتاعتها عالية جدا وكل حاجة، بس ايه كل ساعتين ونص هتشحن البطارية. طب انا عليا ايه من ده كله؟ مش هلحق ان انا اسجل اي حاجة اصلا، فمش عملية يعني معايا. معلش استحملوا الفيديو ده، هكمل كده لغاية ما ايه. انا هظبط بس الاعدادات، المفروض لفت كده رايت فورورد باكورد. خلاص هي بتديني مقشر احمر، هي هتطفي هتطفي اهي خلاص. ما علينا، انا عايز اوريكم الوقت تفجير ضخم ضخم ضخم. والباب منين؟ باي باي بقى عشان الكاميرا هتطفي. باي باي، هكمل لكم هنا على الكمبيوتر. معلش معلش، هو الموضوع بتيجي بالتدريج، ما مش هتيجي الحاجات كلها مرة واحدة. هو كده الموضوع، هو الموضوع كده. ما في هو حد في يعني، أي حد بيبدأ لازم بيبقى كده في الأول قبل ما يتعود. لو واحد بدأ اليوتيوب نجح من أول مرة، تعرفوا إن هو كان بيجرب مع نفسه وبعد كده بدأ. شرط كل واحد حسب ما بيحب يعني. مثلا في ناس تحب تجرب مع نفسها وبعد كده تنشر فيديوهات، وفي ناس تحب تجرب وتنشر التجربة على اليوتيوب بحيث الناس تشوف محاولاتهم. عادي عادي جدا. وياما ناس ناجحين نشروا الفيديوهات اللي هي بتوضح بداياتهم كانت عاملة ازاي وكده. عمرها ما هتكون مشكلة يعني، الناس هي اللي بتعمل المشكلة. هو الموضوع مش مشكلة، الناس هي اللي بتعمل المشكلة. العربية دي من أحلى العربيات اللي بحبها في اللعبة بصراحة. عربية لذيذة جدا. بقول لكم ايه، استنوا عشان الكاميرا هتطفي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير. اوكي، مش عايز دي في دي؟ نعم دي في دي. ولو ما عجبكش الفيديو ما تعملش ديسلايك. ليه؟ انا عايز اريحك.
لسه هتمسك الماوس وتروح على زرار الديسلايك؟ ما تعملش لايك وخلاص، لكن ما تعملش ديسلايك. انا عايز اريحك، انا ما انا انا هم عليه. عايز اوريكم التفجير بقى، هعمل تفجير رائع دلوقتي، بس في الحقيقة انا عايز افتكر بس ال اوبا بابا بابا موتنا واحد. بس على فكرة هو اللي غاب، حد قال له يجي قدام العربية. اوبا بابا ليه كده؟ كان في شارع انا نفسي افتكر فين كان بيبقى جايه منه العربيات في اتجاهين كده، شارع زي كوبري كده، مش عارف، نفسي افتكره تقريبا ده. تحب اعمل لكم تفجير في البنزينه وخلاص؟ تحبوا ايه؟ ماشي شغال عادي. ماشي، بس بص انا هبقى ذكي، يعني ايه، هخبط العربيات اللي في البنزينه، مش ان لو خبطت ديت انا اللي هنفجر، فانا هخبط العربيات اللي في البنزينه وهم ينفجروا بقى. لا لا مش عايزين ندوس حد عشان ما يجيش البوليس. ايوه كده، الله الله، ابعد يا حاج، ابعد انت غبي مار، ده انا الحمار. عدى حاجة، لو هتعدي عدي كده ما تعطلناش. ايه ده، انا لسه معاكو؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا، الا البوليس، ما كانش قصدي البوليس خالص يا غبي. عايز اهرب من البوليس. بس هدي هنا، هدي هنا، استنى استنى لما الدايره الحمراء تروح. ايوه كده، الله ينور. نفسي اعرف فين الكوبري يا جدعان. تقريبا ده، لا لا لا، كان في كوبري والله زي الفل، بس مش فاكر هو فين. الفيزيكس طبعا في اللعبة ممتاز الصراحة. ممكن الشارع اللي هناك ده ممكن اوريكم في اللي انا كنت عايز اوريه لكم. احاول اعمل انفجار هنا. يا ساتر يا رب. كل ده ما انفجرتش، امال هتولع امتى العربية دي؟ واحد زهق. نخش في التاكسي ده. ها ده مات.
العربية لسه ايه؟ لسه مولعتش. مخمس طيب؟ فيش نار برضو طلعت منها. وبعدين يعني انزل يا ابني من العربية يا ابني، شوف عربية تانية، بس متخليش البوليس يشوفك وانت بتركبها. هدي بحب اول عربية دي على فكرة، من احلى العربيات اللي بحبها في اللعبة. ضربة مزدوجة دي، ايه ده؟ ولعت. انزل بسرعة يا حمار، انزل بسرعة يا حمار. التفجير اهو المنتظر يا جماعة، التفجير المنتظر اهو. لا لا، عايزة ايه انتي؟ هتضربيني انت قد الحركة دي؟ مش وقتك اصلا. مش وقتك، عايزين نشوف التفجيرات. باي. اصبر اصبر. اوه لا 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 لا، والله رغم انها لعبة قديمة بس والله لذيذة، والله لذيذة. انا لسه معاك اهو، انا لسه الكاميرا ما طفتش لسه. احضروا بقى الحتة دي، شوفوا بقى اهو. الله 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 الله، في ايه يا جدعان؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر. فين البوليس يا جدعان؟ اوف اوف اوف. الله 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 الله، ايه ده المطافي كمان هتضرب. بصوا عربية المطافي نفسها هتنفجر. أحلى حاجة بقى يا جماعة في الانفجارات ديت، أنا دلوقتي ما يجيليش البوليس. ليه؟ ده حادثة قضاء وقضاء، أنا خبطت في عربية فولعت، أنا مالي؟ هل أنا سبب التفجير؟ أنا كده قدامي البوليس بريء، ماليش دعوة. أهو ده خلص كده، أنا عايزهم يكملوا. خسارة، كملوا. دي هتولع دي تقريبا. اوبا، معرفش خالص بسرعة. انا كنت بعمل التفجيرات دي زمان اكتر من كده، كان في كوبري بس ما هو المشكلة ان انا مش عارف الكوبري راح فين اللي كنت بعمل فيه التفجيرات ديت. Thank you.